ميريكاني جا من الميريكان عنده 120 عام 120 سنه علاش جا المغرب؟ قال غنمشي للمغرب ما كاين حتى واحد قدي انا. الا كلي عندي 120 عام 600000 فرنك غيتخلعو. ألقى شيباني بعدنا من المغرب سيكر روسا هو كيدوب بالعربية وهذاك الشيباني عينه منفوخة. قال لي اش عندك في عمرك؟ قال لي الشيباني بعدنا حنا. قال لي 100 عام. قال لي باقي فيك درهم انا. عندك 100 عام ومالك في عينك؟ اضربني بوا. وشنو هو السبب؟ ما بين تسخر جدي. واش عندكم مليار واحد؟ وين تسخر جدي؟ الله مرا المزيانه وحادقه مزيان كتلقى مسكينه مذوق الماركه الاولى. وإلا سولتي على ولدها كتلقى كتقدم وعوي حتى هي ودي زيرو الليمون وكيضحكوا على صحابها الجين. الاخرين صحابها الجين. شوف العربيه تقدر الارقام. سولي على السبوع اللي ولدها كديري. ولدها السبوع شتي العوده؟ العوده واخا سرحة مع البقر راه ولدها عندنا مولي عبد الله. خدلك مع البقر سرحة بالحصيده وفي الزنيقه راه ولدها هو اللي عندنا مولي عبد الله هو تاع كتصفقوا لي حمام في الواد انا سارح. عرش فيها باش يبربر. راسي شتي ولدك ملي كيكون معاك في المدينه وتسالى معاك ديناك القهوه شي كافي زوينه وحط ليه تا هو مناضه. وإلا تخاصموا الناس وين ولدك علاش؟ شوف ولدي شتي هكا عيرك الراجل راه هو اللي ما مزيانش. هاني دير انت وهاني ما دير هكذا ماشي ولدك تقول لي رجع للدار هاني جاي. انا للدار هاني جاي لما فين رديتي؟ كي اسم العيالات؟ علاش كيقول العيالات؟ اه الغلط والفلاس انت هو يقول لك مراه يعود يقول لنا السلام عليكم ويقول مساء الخير. مساء الخير عليكم غزل من تعطيه. لا خص الدرب يمشي معاك القهوة ويعلمو الآداب والرجولة. أنا ولدي هذاك شي تخاصم مع هذاك على فوت قدك بالحياة وهذاك ما قال لي ما مزيان شاي وهذاك كدا وهرس كاس هذاك وتخاصمو هادشي ولدي ما ديروش كاع زوينة. خينا دي يجيب لي واحد الدار هو يدقو مسمار في رجلو هو قاسي عزاني فلوس دقو مسمار في رجلو مش عند الطبيب. قال لي شوفو مسمار قال لي بتحيدو 100000 قال لا عوجو خلي غاتم. عوجو خلي غاتم ها ما يترك لار يمشي بيه الضحك راه مزيان اللي ما يضحك راه مريض. ولكن ندير نضحكو ونهروك ما تضحك مع نسابك ما تضحك ديما نسد عليهم. إلا أنت بالدار البيضاء تزوج من بعد شوية بلي ملال ما جيت تزوج عاد تخب عن الخب وتبع دوك الراويين هاني تجيب هاني تزوج بنت عمو هاد على اللحم نغنمو بحال جاب الدين نغنمو. تعود أنت بالدار كل نهار خالط عليك نسيبتك أنا البقري ما ناكلو تابلي التبن البقري لقيناه حنا ويجي نسيبك تا هو يدي لك صباطك بزز. جيت جيت حط راه ولدنا قوح فيانين واحد خينا يا لطيف جا الجفاف وين جينا من الازاف بحال وجافاف قلت لك نهار غادي الميريكان كي دير غادي قال لي غادي الميريكان كيصيفوا الجمرة في العام. علاش خاوي المغرب؟ قال لي شوف الربيع خاطر فيه بهيم المغادرين هذا راه ماتوا البهيم كلهم واش بقى عنده؟ كرم الله وجه الناس بقات حماره وهي تولد الحماره ولدت وما يجوا صحابه كيباركوا ليه الحماره كتبارك العوده هي تبارك الناقه تبارك المراه تبارك والحماره والده بيا حقروه.
شو عندو جابو السكور جابو كل شي مون هذا أبعد زيادة لا زعما بيقول لك هذه والده الحمارة. إيه الله يبارك فيكم دخلوا حط اليوم اتاي والحلويات الله بهم قالوا بصبح ركي عظيم هاد الحمارة تقريبا شي 12 مية عندي والله من حسب عند الفاميلا بالله مرحبا عند بنتكم هادوك تقرصوا يا قلت لك راه بيا قمتنا على واني خدي طوي في جيب مكحلة خماسية قال لي مشوفو وجاب الدح قال لي بوس خوالك بعد يبوسو وداك الدح حتى الصبح قال لي والله ما تبوسوه بالله تنقص خرج من ظهرك وتجي عند بنتكم نضرب عليكم ولدها ويلي بعد يبوسو وداك الدح ساكن هما اللي حكروهم الجمل راه مزيان الجمل كيما قال سيميرو ضربو يقول قال الجمل بعير راه يمشي بعير الجمل مزيان ويني مسكين هكاك غليظ وصحيح وكيقولو كيوتشو الارض يحطو ليه الزرع ياكل كيهزو ليه طوم بحساب فرحين بيه هو راه كيشرو فانوضة لقوه هاز تبراكة وغادي قال لك الزين والصبر الزين والصبر والمال ما كيتلاقوش في هاد الانسان الا بيك الزين ما كاين صبر عندك المال ما كاين زين دروك انا عطاني الله الزين وين الصبر ما كاين زينه هي تا الحنوك ما عندك البرغوث هذاك البرغوث زين ولا عمر هذا او تجيب الدواء من السوق وكيعطوك الجير البرغوط غادي يريد داك الدواء يمسح عليه ويقلب عليك تاني مع كبيره كذا الحمار الناس هنا وشني ولا ما عمرها ظهر انت ناس كد العرس كي ليماها مازال ضربوا بيها عندنا حنا كتفيقوا على السوق غاتعدوا الربعه فر فيهم ليه ما يقولوا والو وانت ناحل ياك جيب العراده هما الرعوي لطيف الله يرحم الشيخ كان يقولوا الشيخه الشيخه علاش سموها شيخه وسموا مول كامل شيخه علاش كانوا بكري كيمشوا للشيخ عند كيتفرعوا عند الناس ديال المخزن كانوا يسموه شيخ كانت الشيخه بكري إلا شي واحد قال لك مع الشيخه بدير الماء بحال غادي مع او هز البيت او خارج الرموك الله دا ما دري الشيخه بدير الماء ولا خويا حك تشوف فيا ولا شافتك دابه كان نوضو كان جيبو الدواء بايكو كان جيبو بايكو كنجيبو بيكو كنقولو قلت لها هذا راه سراق الزيت سراق الزيت واش ها سراق الزيت عم لقيتها الشيق راه هربل بيها ديال الزيت تاهمينو سراق الزيت هذا ضرب وشوف شكون يدا الميزانية سراق صندوق هذاك راه الخوف سراق الزيت هذا اشي هذا احنا ديال جدة انت جدة تخلي الكراون وتركب على مخوج هذا راه احنا ديال جدة انتوما كتهموا الحشرات هذا احنا ديال جدة جدة خاص الكيران تركب على مخوج انا ما جدة الحد وراه كبيرة يا عمر هذا الزمان الاول الا كان مريض الراجل المرأة مقابلها الرجل مريض ومقابلها مرت ذاك الزمن الأول عرف الله الله إلا مشى لك أنت حشي غرق نانت اللامو راه غنشوف مكحلتو أنت بكي هي وقفة ديال عليها مس الخير ختي نورة بارك الله فيك ما ماتنا كاع نسخوت الوالدين ها غات
تموت وتفرق ولادك على موي الحوت يخدموا عاب كرشو رطيب. ها هذا راه صابو طيارة مغاربة ديونا تبارك الله صابو طيارة وقال لي ودي خصنا نحلوهم نشوفو كي دايرين ونصيبو هذا حنا نصيبو الطيارة صعبة تصيبو الطيارة دارت المارش طلعت الفوق وبياسة باقية قال لي ها حي ها الطيارة تصوت المارش وها البياسة عشرات بعد بين نزلوها ديك البياسة هي كتنزلها النصارى كيديروا الشيط ها ويلي ها ويلي ها ويلي قمقوا ما كل رنب شي ولاد عنده يا لطيف يا لطيف على شي ولاد عنده ما اي ما كاين اداب ما ربينش في رمضان كيفيقوا كاملين يقردوا دايرين مسمن دايرين بايقو والمراه عنده بديره عندها شي شعر بعد كتفيق في الليل الشعر واقف عاد يشتم كيضربوا الكراول يا ماك في اختيني بكري السحور راه تال سعود وربع وقولي فات راوس وديما اللي عنده البنت في الدار اللي عنده بنته في الدار يتهلا فيها البنت راه حنينه والله الا البنت حنينه بالله شتي البنت الا كان باها مريض ما كتكملش قريتها كتصبح تعاود صحاباتها تصور يا اختي ملكه بابا مريض بابا مريض سول الدري كيبقى باك ما عنديش مال لفت وضحرة وديما اللي عنده البنت في الدار اللي عنده بنته في الدار يتهلا فيها البنت راه حنينه والله الا البنت حنينه بالله شتي البنت الا كان باها مريض ما كتكملش قريتها كتصبح تعاود صحاباتها ملكة بابا مريض بابا مريض سول الدري كيبقى باك ما عنديش مال لفت وضحرة وانتي ما تنساش شتي البنت البنت واخا يخلي بها المال تاع قارون ما كدياش فيه علاش حيت جوج براجل لاباس عليه ما عندها ما دير بور تاع بور كتقول لك انا هذا الشيء خلاه بور خليها لخوتي انا غناني الله ولادي خدامين موظفين وراجل لاباس عليه سول دابا البنت قول لها في الدار تاع من هاد الحوايج تاع با ديما تقول هذه با تاعنا في الراديو ديال با تلفزيون ديال با هاد الجلابه ديال با وهاد العود ديال با سول الدري ما غادي يفهم تانا حط الزمر ديالنا هذاك ديما يقول هذه ديالنا كاين شتا هو وارثنا في الكلب يقسموه خوته بزغبو